أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في برنامج ضيف أنفاس. ضيفنا اليوم أمين بنيس، مدير ومؤسس المكتب الاستشاري المختص في الموارد البشرية جبغلطة، وذلك لمناقشة وضعية سوق الشغل بعد تداعيات كورونا. أهلا وسهلا أستاذ بنيس، مرحبا بك. مع ألف شكر استاذ، مع ألف شكر على الاستضافة، وكان شرف نكون عندكم. مرحبا بك الله مرة أخرى يوفقك. أستاذ بنيس. بداية كنعرفوا بالضيف ديالنا وأبرز المحطات المهنية. مرحبا سيدي، مرحبا، بكل شرف. دونك انا خريج المدارس العلوم السياسية في فرنسا وكندا، واول ايتاب مهنية كانت عندي هي الوزارة الخارجية المغربية، واشتغلت مدة 3 سنوات في القنصلية العامة المغربية بكندا، درست من جميع الأقسام، السوسيال، الباسبور، الفيزا، اكسيتيرا. وبعد جاني نداء الوطن، وكنت باغي ندخل الوطن، ودخلت الوطن واشتغلت. أي سنة دخلتي للوطن؟ أي دخلت سنة؟ في 2004 2004 نعم 2004 بعد ما عديت واحد 30 سنة برا، ما 30 شاء سنة الله. برا، لأن كنت مع الوالد ديجا، نعم كنا كندوزو من بلاد لبلاد. ودخلت المغرب واشتغلت في المهن الصحفي، لأن كانت عندي واحد الرغبة للكتابة، ونوصل بعد الميساج ونوصل. فاشتغلت في الصحافة المغربية، في الصحف، في صحف الصحف الفرنسية، أولا كصحفي وبعد كرئيس تحرير. ولكن كان ديما صوت في داخلي يناديني إلى عمل نكون فيه في واحد المواجهة ديريكت مباشرة مع الآخر، ونكون في علاقة مع الآخر. فلبيت لهذا النداء والتحقت بمهنة الموارد البشرية، وتماك بدا المصير نقولوا في عملي. وزعما تبعت النداء الداخلي اللي كان، وبديت هذيك الساعه خدمت على ليبوك في ميديتال اللي دابا ولات اورانج كمسؤول في التوظيف، ومن بعد مشيت للدال، هذيك الشركه الامريكانيه ديال ليزورديناتور ديال الكمبيوترات، وخدمت كمدير توظيف في جنوب اوروبا، من المغرب وجنوب اوروبا. وبعدها خدمت في الجروب او سي بي، المجمع الشريفي للفوسفات، فين كان عندي الحظ باش نشارك في هذيك لا ترانسفورماسيون، في هذيك التحول، التحول السيستيم ديال لا جيستيون ديال لي ريسورس هيومان. دونك وعشت سنين في لو سي بي، وبعدها حليت شركتي اللي في استشاره الاستشارات في الموارد البشريه، جيبرالتار كونسلتينغ. سي امين، تجربه غنيه لمده سنوات. الاسم ديال جيبرالتار، شنو هو الدوافع اختيارك لهذا الاسم ودوافع تاسيس هذا المكتب ديالكم في الاستشارات المهنيه؟ هي ملي دخلت انا من الخارج عشت صراحه بعض الصعوبات بعدا باش ندخل، لان كنت باغي ندخل المغرب نخدم، ولكن كانت عندي صعوبات باش بعدا كنت عندي تكون عندي واحد النظره على سوق الشغل في المغرب. ومني دخلت رغم هذاك الشيء لقيت صعوبات باش ننسجم في زعما في مارشي السوق، السوق المهني المغربي. ف ملي خدمت بكل صراحه في لو سي بي، كنا كندخلوا بزاف ديال تبارك الله الاخوان الكفاءات المغربيه في الخارج. نعم ابسولوتو، الكفاءات المغربيه في الخارج كنا كندخلوهم بزاف، وكنلاحظ حتى هما الصعوبه اللي كانوا يعيشوها ملي كيدخلوا. ما كانتش واحد المنصه وسيطه ما بين المقاوله وهاد الكفاءات المغربيه في الخارج. حقيقه هذا هو اللي دفعني انا واحد النهار نقول خصني نخلق شي شركه اللي تقدر تواكب هاد الناس اللي عندهم الاراده يدخلوا للبلد. من تما جاء اسم جيبغالتار، لانه هو اسم جبل طارق. وك تواصل بين الكفاءات المغربيه في الخارج والشركات المغربيه، ومن تما بدا المصير ديال جيبغالتار كونسلتينغ. اللي دوك الرؤيه الاولى هي وكوب
والكفاءات المغربية اللي في الخارج إلى العودة للمغرب. وحاليا الان شنو هي اهم الانشطه اللي كتمارسوها في المكتب الاستشاري لجبلطه؟ عندنا ثلاثة ديال الأنشطة الكبيرة، هي التوظيف لو ريكروتمون، وعندنا الاستشارات في الموارد البشرية الكونسلتينغ إيراج، وعندنا التدريب الكوتشينغ دونك التدريب المهني والتدريب الأطر المسؤولة. نعم هذه هي أهم نعم والقطاعات والمقاولات اللي كتعاملوا معها في تزويدها بالموارد البشريه والبروفيلات المطلوبه. الحمد لله كنخدموا زعما بجهد الله ولله الحمد مع شركات متنوعه، منهم اكبر الشركات نقدر نقول على سبيل المثال شركات هواوي، ولا عاوتاني جامعات كجامعه الاخوين او جامعات محمد السادس بوليتكنيك ديال بنكرير. نقدر نهضر حتى على شركات مقاولة زعما شركات صغيرة دي بي ام او اللي كنخدموا معاهم حتى هما في استشارات الموارد البشرية وفي التوظيف. و زعما الحمد لله السوق يطالب بالجودة ويطالب بواحد البروفيسيوناليزم اللي احنا رضات الله والوالدين الحمد لله كنلقيو بها في السوق، وكان والحمد لله كنوفروا لهم ما يريدون. كنخدموا بزاف وسي مع لي ستارت اب، دابا ولا هذا الفينومين ديال لي ستارت اب اكثر بزاف، وكنخدموا معاهم حتى هما بصفه كثيفه زعما. نعم بس في الظروف الحاليه ديال تداعيات كورونا، يعني كيفاش كتشوفوا هذه الجائحه كيفاش اثرت على وضعيه سوق الشغل؟ هي صراحه اثرت عليها تاثير كبير، وخاصه في بدايه الجائحه. نعم يعني كان الامباكت على الموارد البشريه كبير. نعم شحال من واحد ضيع زعما، كانت افلاس كبير ديال عدد المقاولات، كانت ارقام سليمان الناس المقاولات ما كانوش كان عندهم باش يخلصوا الموارد البشريه ديالهم. نعم. فكانوا مضطرين يوقفوا بعد يعني لا كولابوراسيون مع شي وحدين، وشحال واحد لقى راسو بلا خدمه. نعم بلا خدمه، والعوده الى الشغل مازالت صعبه. نعم. لانه الجائحه تمام مازال ما سالت. الله ينجينا و... نعم. والله خير الحافظين، ولكن مازال ما سالت، ومازال كل شيء كينتظر نشوف كيفاش هاد بعد هاد اوميكرون هذا اخر. نعم. ما كيفاش يتطور. نعم. ان شاء الله نتمنى مع الله يكون خير ان شاء الله، ولكن الوضعيه مازال صعبه صراحه، الا لبعض المهن اللي هما تبارك الله اليوم خدامين بزاف الحمد لله. عندك هما جوج مهن عمرهم ما كيموتوا، هما المهن كل ما هو مالي لي ريسورس فينانسيير لي ريسورس اللي كيخدموا في لي فينانس والتجاري اللي كيبيع، لانه خص ضروري الواحد يبيع والواحد كيحسب. نعم دونك هادو جوج مهن عمرهم ما كيضيعوا. وشفناها حتى في الجائحه، واخا لي بروفيل الفينانسيي شويه يمكن ما كانش عندهم الحظ بحال اللي كان عند لي كوميرسيو، ولكن لي كوميرسيو ما السوق ما وقفش، لانه ديما هاد المهن التجاريه ما مطلوبه. الا شوفوا غير لي لابوغاتوار خدموا مزيان، لاكو اليمونتيغ خدم مزيان، زعما شحال من واحد كان خصو مازال يبيع اكسيتيرا. وعندك دابا واحد الفينومين اخر هو ديال لي ستارت اب، يعني كل ما هو المقاولات الناشئه. المقاولات الناشئه اللي كتطالب بالكفاءات في المجال الرقمي الديجيتال. نعم. الرقمي يعني الديجيتال. نعم. وهاد لي بروفيل لقيناهم كاع ناقصين في البلاد، ما كانوش موجودين. نعم. ما كانوش موجودين، ولكن كان طالب عليهم كبير. كاين خصائص في المهن الرقميه كل ما هو ديجيتال. ابسوليمون هذيك طلب اكثر في سوق الشغل حاليا ربما. حاليا مازال مطلوبين بزاف بزاف بزاف. نعم. نعطيك زعما على سبيل المثال دي بوست بحال ديال السي تي او، هذاك تشاف تكنولوجي اوفيسر، ولا برودكت اونر، ولا جروث ماركتينغ. دابا الماركتينغ ولا حتى هو بالديجيتال. دونك حتى الصفه ديال هاد لي بروفيل الماركتينغ داكشي تبدلوا، ما بقاش داك الماركتينغ كلاسيك،
ولينا دزنا الماركتينغ الرقمي، التواصل الاجتماعي، الريزو ديجيتال هذه اللي ولات هي فرزات واحد المهن جديده حتى هي. ابسوليما ابسوليما، هذه كل ما هو يتعلق بالرقمي بكل صراحه. شتي هاد لي كوميونيتي مانجر، هاد شحال من حاجه تبارك الله. دونك هاد الكفاءات مازال مطلوبه ومازال غتطلب بزاف في السوق، مازال غيكثر عليها الطلب. إذن هي المهن الجايه القادمه اللي من المهن المستقبليه، المهن الجايه كاين كل ما هو توا في العالم الكمبيوتري. عالم الكمبيوتر، علوم الكمبيوتر، زعما الاي تي ولا الانفورماتيك. عندك لي زاركتيكت انفورماتيك، لي ادمنستراتور باز دو دوني، السيكوريتي، كل ما هو سيكوريتي انفورماتيك، هادو تا هما مطلوبين حاليا، والطلب بكل تاكيد غادي يزيد في زعما في المده في المده. نعم. وبالنسبه للشراكات اللي درتو مع جامعات هنا في المغرب، شنو نماذج من الشراكات اللي درتو مع الجامعات المغربيه؟ حنا هي عندك جوج كنديروا معاهم جوج ديال المسائل زعما. عندك التوظيف، كل ما هو التوظيف، وكان ممكن نوظفوا سيدة جامعيين. نعم. كان ركوتيو تاع المديرين الموارد البشريه. نعم. المديرين ديال الماركتينغ، حتى هما الماركتينغ ديالهم تبدل ولا حتى هو ديجيتال، حتى هو ولا رقمي. كان وكان هذه من جهه. دونك التوظيف هو واحد من القطاعات اللي كنخدموا معاهم فيها. وكاين كل ما هو التدريب المهني، باش كنوجدوا هذوك الطلاب اللي غا خارج للسوق، كيفاش يواجهوا السوق، وكيفاش يعرفوا يبيعوا راسهم في السوق، ولا يتواصلوا مع السوق المهني. تمام. وتا الجائحه ديال الكورونا من ناحيه اخرى فرزت واحد الظاهره ديال العمل عن بعد. نعم. كيفاش كتشوف الوضعيه ديال العمل عن بعد مع التداعيات؟ واش كاين غيكون عن بعد مزيج من بعد عن بعد حضوري، ولا كيفاش غادي يكون؟ انا اظن بانه سميتها الوضعيه الحاليه تحطت كضروره. نعم. كضروره، لانه ما كانش حلول اخرى الا العمل عن بعد. لما الحمد لله تفتح السوق شويه، ورجعنا شيئا ما الى ما كنا نعيشه قبل كورونا، لاحظنا بان الشركات طلبوا من الناس اللي خدامين معاهم يرجعوا للشركات ويخدموا، الا الشركات الكبار اللي عندهم واحد لي سيستيم محطوطين مزيان وكي يسمحوا بهذا العمل عن بعد. انا في رؤيتي بكل صراحه، بعد كورونا غتبقى واحد النسبه صغيره ديال التمادج بين زعما داك لو موديل ايبريد، مزيج ما بين الحضوري وعن بعد، مزيج بين الحضوري عن بعد وبعد. ولكن في اغلب الاحيان غنلقاو شركات كطالب من الكفاءات ديالها والموارد ديالها يرجعوا يخدموا عن قرب، وخاصه هذوك الشركات اللي عندهم 10 20 30 40 واحد اللي خدام. نعم. خصهم بكل زعما طبعا يكونوا موجودين ونشوفهم خدامين ونتواصلوا معهم بصفه مباشره. نعم. وكما كتعرف ان القطاع الخاص عنده واحد الدور باش يخلق واحد عدد من المناصب الشغل، كيفاش كتشوف القطاع العام حتى هو، ولا تكون شراكه ما بين القطاع العام والخاص باش نخلقوا واحد الديناميه في سوق الشغل؟ هو ضروري يكون واحد التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص. انا ما نقدروش ننتظروا كل شيء من القطاع العام. نعم. بكل صراحه. نعم. حتى القطاع الخاص عنده دور كبير في باش يعطي واحد الديناميك، يعطي واحد الحيويه للسوق الشغل. الامور ما سهلاش. نعم. بكل صراحه، حتى القطاع البريفي ما سهلالوش، لانه لي ماس سالاريال كيكبروا، فهمتيني، خصو حتى هو يقدر يدور العمل، فهمتيني، ويقدر باش يقدر ماكراش هو يوظف، ولكن خص يكون عنده لي موايان باش يوظف. نعم. ولكن خص افيكتيمون يكون تعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، بدون ان ننتظر الكل من القطاع العمومي. تمام. هذا هو اظن. نعم.
شكرا جزيلا يا استاذ اهلا امين على وسهلا، كل مع الف هذه شكر. التوضيحات. شكرا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ونضرب لكم موعدا جديدا.